اهلا بيكم اصدقائي الاعزاء، معنا موسى الجميل من نمسك تحدي العمر. بالامل تستمر الحياه، قوه الاراده تقدر تتخطى كل صعوبة. هو ده شعار صديقتنا الجميله في مواجهه الاعاقه. صديقتنا الجميله ايقونه من ايقونات النجاح ورمز من رموز قوه الاراده، طاقه ايجابيه تنشرها صديقتنا الجميله كل اللي حواليها. توضح ان الاعاقه الحقيقيه اعاقه فكر وليس الجسد، وان مهما واجه اصدقائنا من سوء الاراده تحديات وصعوبات، قوه ارادتهم وعزيمتهم قادرين على تخطيها. اصدقائنا من سوء الاراده قادرين على الحياه، قادرين على العطاء. مهما واجه من صعوبات وضغوطات، قوه ارادتهم وعزيمتهم قادرين على تخطيها. معاناه كبيره تعيشها صديقتنا الجميلة في التنقل من على كرسيها المتحرك إلى أحد الكراسي البلاستيك، إنها بقوة إرادتها تتحدى كل صعوبة.